عسلامتكم يا تويسة، يا محليكم صباحكم فلفل وطماطم وسلق ومعدنوس. كيفاش؟ ده في بالكمش السلق والمعدنوس ولاو أغلى من الورد والفل والياسمين في تونس؟ أها، وهذا كله من جرة الثورة، هذا كله من فضل الثورة. حبينا على الحرية حتى ملحقناش حتى على أمك حورية. كيفاش؟ شنو باش نقول لكم؟ يا ناري يا ناري يا نار، يا ناري يا ناري يا نار، يا حبيني يا حبيني يا حبيني، على تونس على تونس. ما تونس الخضرة ما فيهاش خضرة، تونس الخضرة ما فيهاش خضرة. هاي شو نقول لكم؟ وزيد على هذا اليوم عيد الحب والكلب، وشو تصوروا شنو الهدية متاعي؟ الهدية متاعي قفة 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 بالخضرة، قفة نحبها محبية مرصوصة بالخضرة. ايه هذيك الهدية السان فالنتينو متاعي. هاي ها باش نكلمكم سيد عبد اللطيف راجلي وتتشوفوا شنو واش يجيب لي. ها سمعتوا؟ هاي فين التليفون متاعي؟ الو الو سي عبد اللطيف، هاي كملت السوق؟ جبت القضية اللي وصيتك عليها؟ كيفاش؟ الدنيا غالية برشا، عليه؟ متنجمش القضية الكل؟ عليه؟ كيفاش مش قلتك القضية اللي قلت ما تفكرش القضية اللي قلت لك عليها؟ 3 كيلو فلفل، 4 كيلو طماطم، 4 كيلو بطاطا، زوز معدنوس وثلاثة سالق، وتنسيت البصل زادة. قد ايه القضية تطلع؟ 300 دينار؟ لا شبيه ولا تبسكلة؟ والله العظيم كيفاش شنو قلت لي؟ العيد هذا مش عيدنا، عيد الغرب والكفار. شو نقول لك؟ وانتي صايرة تسوق فيها ماشي متاع غرب ومتاع كفار؟ مش كيف كيف؟ اهي كيف كيف؟ برا سيدي بيع صبيع الكهرباء في السوق ويش ايش جمال؟ ايش جمال وروح بيه؟ هاي اللي نكراسلو كان الكلب، اللي نكراسلو كان الكلب. هاي هاي بارك الله فيك على عيد الحب هذا بكله خضرة كله أخضر. لعيد الحب هيا في الخارج يعملوا أحمر وإحنا عملوا أخضر. والله هاي شو نقول لكم؟ يا نار يا نار يا نار، يا حبيني يا حبيني يا حبيني، على تونس الخضرة ما فيها خضرة، ما فيها خضرة. ايه يا تويسة ما تنساوش تشتركوا في قناتي، وما تنساوش تعملوا لايك، وما تنساوش تتابعوني على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. كوكو، هيا تونس الخضرة ما فيها خضره.